يقول سؤال يا فضيلة الشيخ، وأنه في قريتنا استفحل أمر زواج الشغار وانتشر على نطاق واسع، وعندما أنصح بعض إخواني في هذا وأخبرهم بأن هذا الزواج قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه محرم، يقولون في الإجابة كيف نفعل وقد تم الزواج، ماذا نصنع الآن وقد وقعنا، ويسألون حينئذ كيف يكون شأنهم وكيف يكون شأن الأبناء. جزاكم الله خيرا. لا شك أن نكاح الشغار منهي عنه، وهو نكاح باطل إذا ثبت أنه شغار كما جاء في الأحاديث، فهو نكاح باطل، ويحذر منه ويبين للناس معناه وينصحون بتركه. أما ما وقع من الأنكحة فهذا تراجع فيه المحاكم، ما كان صحيحا يمضى وما كان غير صحيح فإنه إما أن يجدد العقد وإما أن يفرق بين الزوجين. المهم أن الزواجات القائمة لابد من الرجوع إلى المحاكم فيها. بارك الله فيكم. يسأل عن الكيفية التي تبعدهم عن صورة الشغار. الكيفية أن تزوج المرأة بالكفء الذي ترضاه ويكون ذلك بمهر، تزوج المرأة بالكفء الذي ترضاه ويكون ذلك بمهر، ولا يكون تزويجها في مقابل تزويج أخرى، لا يكون تزويجها مشروط في زواج غيرها، هذا هو الطريق الأسلم.